ما هو السبب وراء انبعاث الرائحة الكريهة من فمي عندما أصوم؟ السؤال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أتمتع بصحة جيدة والحمد لله، وأجد متعة في الصيام لزيادة حسناتي. أحب صيام التطوع وصيام كل اثنين وخميس. المشكلة أنني عندما أصوم تكون رائحة فمي كريهة جدا، ويتضايق مني الناس رغم أنني أنظف فمي جيدا. فما سببها، وما الذي يجعلها قوية بهذا الشكل رغم أنني أستعمل السواك؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخت الفاضلة حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا ذلك وكان هدفنا هو أن ننال مرضاة الله عز وجل، فلا عليك ولا يمنعك تغير رائحة فمك عن ترك هذه الطاعة العظيمة التي أحببتها، زادك الله حبا للطاعات وحرصا عليها. وسبب هذه الرائحة التي تصاحب الصيام هي خلو المعدة من الطعام، وخاصة في آخر النهار. فما عليك إلا الإكثار من استخدام السواك، وكذلك الفرشاة والمعجون، وكذلك استخدام غسول بيطادين، وهو غسول مطهر للفم 3 مرات يوميا، وإن شاء الله تقل هذه الرائحة التي تشتكين منها. والله الموفق لما فيه الخير والسداد، وتقبل الله منا ومنك الطاعات وسائر القربات. اللهم آمين.